مشاهدينا وصلنا هلا لفقره حلوه كثير فيها طفله موهوبه وجميله بتحب ترسم وبتحب تعمل اي شيء بتشوفه من خلال رسماتها. لنتعرف اكثر على هيدي الموهبه بيسعدنا ان نرحب بالبنوته الحلوه الين شيخ خميس. يسعد صباحك. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. يسعد صباحك الين. الحمد. نتعرف عليك اكثر، انت اي صف وقد عمرك؟ رابع وعمري 10 سنين. ان شاء الله العمر كله. قالينا كنا قبل ما يبدا الهوا عم ندردش انه انت شو بتحبي ترسمي، شو عم ترسمي؟ قلتي لنا دائما الاشياء البسيطه والرسمات البسيطه. شو قصدك يعني انه ارسم اشخاص بس ما حقيقيه، انه من عندي من خيالي وبسيطه. مو ضروري انت تشوفي شيء مثلا هيدي الكاسه وانك ترسميها، ممكن انت تفكري بشيء معين وترسمي. منين بتجيبي هيدي الافكار؟ من خيالي. برامج اطفال ممكن تكوني شايفتيها او شيء؟ لا، كله من خيالك. آه. طيب معناته بدنا نشوف شيء من خيالك. شو راسمه؟ هاتي لنشوف. فرجينا. هي من خيالي. هي بالظلال رسمتها. هي كنت اسا انه صغيره، كنت صف ثالث هون، انه على القصه انه بكتب قصه وبعرف يعني الرسمه. نادين على الكاميرا. نادين بتعمل الرسمه وبتكتب لها قصه للرسمه، مثل رواية صغيرة يعني أو قصة صغيرة عنا. شو قصة لهيدي الرسمة؟ هيدي عن الأصدقاء، أنه بيحبوا كيف بيحبوا بعضهم. كيف بيحبوا بعضهم. طيب فرجينا قصة شو رسمة. هاي وقت كنت صف تاني. أعطيني إياها على وش الكاميرا. أيوة كنتي صف تاني. طيب شو هدول قالين؟ خلينا نعرف. هون كنت إسا ما بعرف أنه كيف بيرسموا بيوت أشخاص حقيقية. نعملها هيك على الكاميرا مشان كمان العالم تشوف رسماتك الحلوين. هيدا شو قلتي لنا؟ انه مجموعه من الاشخاص عم نشوف انه بدهم يروحوا عند الكوافير يمشوا شعراتهم، وهون انه قصه كمان نفس الشيء. قصه حلو. دائما انت بترسمي بتخطر على بالك القصه الين وانت عم ترسميها وبعدين بتكتبيها. طب من وين بتجيبي هيدي الافكار؟ ولا فجاه هيك بتخطر على بالك الفكره؟ فجاه هيك. فجاه يعني بدون اي شيء. هي موهبه. حلو. هي الموهبه. طب لما رسمتي اول مره بالصف الثاني هيدي الرسمات، ما بعرف اذا اول مره ولا لا، اول مره؟ هي اول مره برسمها. طيب لما شافتها الانسه شو قالت لك؟ لما شافوها اهلك شو قالوا لك؟ حبوها كثير واروى للقصه وحبوها كمان. وقلت لهم كيف 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 عبرت عن القصه وهيك بس. طب هلا انا لفتني وقت انه هن راحوا كلياتهم، كل هدول رايحين على الكوافير وعم يعملوا شعرهم. طب شو القصه؟ شو المحادثه اللي كانت بيناتهم؟ هلا هون في بنت انه حابه كثير شعرها، صففت لها اياها الكوافيره وقالت لها شكرا لك. وانا بدي اعطيكي كميه مصاري لانك هيك عملتيلي حلوه. لاني عملتيلي شعري كثير حلو. فلهيك وهيك انه كلهم. وهون في كوافيره قالت لها للام، قالت لها والله العظيم انت اولادك ما طالعين صوت، هيك بيخطر على بالي اللي اكتب الشغله. فلهيك قالوا وكاتبه هون نعتذر اعزائنا الكرام، الكبار ممنوع ان يصففوا شعرهم فقط للصغار. حلو. هو صالون للولاد. بس للولاد. حلو كثير. فرجينا الرسمه اللي بعدها. هاي نفسها بس هون محل تياب، ما كاتبه قصه، بس هيك رسمه كمان بتدعمه. ليش ما كتبتي هون؟ مع انه اكثر شيء بصير قصه بالمحل تياب. حلو. كمان نشوف هيدي. هي من هديك السنه. معلش شفتي ليها قليل مشان العالم تشوف كمان رسماتك. هي ستروبري وصغيره. ستروبري وهي وصغيره. انت تخيلتي وشها وشعرها وهيك ولا هي شخصيه؟ لا ناقلتها. ناقلتيها هي شخصيه كرتونيه. طيب لسه كمان شايفه انا صوره حلوه، هذا رسمه شو حلوه. هي مين؟ هيدي ناقلتها عن شنطتي. ما كاتبتي لها قصه؟ لا ما كاتبت لها. هي القصه وحي تجي هيك لحالها فجاه مع الاشخاص. هيدي هي السنه، هي عن جديد. هي السنه. واو شو حلو. بدي اسالك، اللي بيشوف رسماتك قبل وبيشوف رسماتك هلا بيحس في هيدا الاختلاف الواضح بالاحجام وبالدقه بالرسمه؟ خضعتي شيء لتدريب؟ سجلتي دورات مثلا لحتى صرتي تعرفي اكثر هيدي التفاصيل؟ بالثاني تسجلت بمعهد
ارسم، كنت ارسم هيك بالتاني واتعلم هيك شغلات، واتعلم رسم الوش والانف هيك على جنب. وهلا وقت صرت انه اعرف الرسم، ماما سجلتني عند الأنسة فاطمة وصارت الأنسة فاطمة تعلمني الأساسيات والتفاصيل بالرسمة. حلو. والدقة. كنت أنا وقت كنت صغيرة ما كنت أعرف إنه التفاصيل والدقة بالرسمة. هلأ هون بالرسمة هون في شوية أسود في شوية أزرق، وأنا هيك عاملة هيدي مع الأنسة فاطمة. علمتني كيف إنه كيف شوف الألوان المنبينة، وحتى كمان بالظلال وبالألوان. قديه بتاخذ معك وقت الرسمة لتخلصيها؟ شي ساعة. ساعة واحدة بس؟ أحيانا هذيك المرة رسمت أنا وياها، تعلمنا على العين ضلينا ساعتين وأنا فتم. قديه ضليتي تتدربي عليهم بعدين لحالك؟ بتدرب. حلو كثير. قالين استفدتي أكثر لما أنت درستي الرسم، يعني هلأ هيك كان عندك موهبة شيء من خيالك عم ترسمي، لكن بعد ما تعلمتي الرسم صرتي ترسمي بشكل أدق أكثر، يعني الصورة عم تكون أوضح. طيب شاركتي بمعارض برسماتك بالمدرسة؟ شو يقولوا لك الأساتذة الأنسات؟ بالمدرسة هذيك السنة حطولي رسماتي، فرجيت على الأنسات الرسم وحطولي رسماتي بالمعرض. هن هذيك المرة رسمت رسمة فصول. حلو. عن الفصول الأربعة، ورسمت دكتورة عم تعالج البنوتة بمرض كورونا. حلو. هن عرضوا لي اياها بالمعرض وحبوها كثير. حبوها كثير وشجعوكي اكثر لانه دائما انت ترسمي. وشو هلا مفكره ترسمي رسمه جديده هلا الجايه؟ شو حاطه ببالك؟ انا بحب حيوان اليونيكورن، كثير بحب ارسمه. يعني ان شاء الله بنشوف الرسمه الجايه هيدا الحيوان. صعب احيانا برسمه. احيانا بترسمي في الوان محدده حبيتيها، طبيعه اقلام محدده بتحسي حالك ترسمي فيها احلى من الوان ثانيه، واللي لا خلص انه انت لسه على الشمع والقلم؟ لا انا بحب الالوان الخشبيه والمائيه اكثر شيء. الالوان الخشبيه والمائيه. المائيه بتعرفي تلوني فيهم صح؟ حلو حلو كثير. شو مفكره تصيري لقدام الين؟ يعني شو حابه تكفي ضمن الرسم ولا في شيء ثاني ببالك؟ شارك بمعرض وحط رسماتي هنيك وفرجيهم عن رسماتي وهيك. اذا قالوا لك بكره في معرض بدك تشاركي فيه برسمه، شو بيخطر على بالك تشاركي؟ شو الفحوى الرسمه اللي بدك تكوني راسمتيها؟ الرسمه المميزه اكثر شيء بحطها. شو هي؟ شو بتحسي يعني؟ مثلا طبيعه ومثلا مثل هي الصورة، انه هيك بكون راسمتها وبحطها بمعرض وبزينها وبلونها بالالوان المائية اذا كانت بتحتاج الوان مائية. قالينا بيصعب عليك شيء مثلا انت حابة ترسمي شغلة بتحاولي تضلي ترسميها لتزبط معك؟ هيك دائما هو. هيك محاولتك تتدربي بالبيت؟ يعني شو هو اصعب شيء مثلا انت حابة ترسميه وما قدرتي ترسميه؟ العين. بتلاقيها صعبة؟ بس هلا عم تتدربي عليها مع الأنسة. يعني ان شاء الله بنشوف بكره ترسمي هيك العين الحقيقية ويطلع معك كثير شغل حلو. طيب بالختام قالين مين بتحبي تشكري؟ شو بتحبي كمان توجهي هيك رسالة لكل بنوتة حلوة مثلك وحدا هيك حلو مثلك وبعمرك عنده موهبة كيف هو ينميها؟ بشكر رفيقتي. طب ليش رفيقتك بدك تشكريها؟ بشكر الأنسة فاطمة لأني كانت تعلمني الأساسيات بالرسمة والتفاصيل والدقة، وأنا كتير بشكرها للأنسة. فلهيك بنشكر الماما والبابا اللي دائما بيشجعونا وبيساعدونا. أكيد بنوجه تحية لكل الناس اللي ذكرتيهم قليلين، ونحن بنشكرك لأنك أنت موجودة معنا بالابتسامة الحلوة الصبح. وموفقة يا رب، ونشوفك يعني أهم رسامة وفنانة. شكرا قليل. عفوا. أهلا وسهلا حياتي.